يا صباح الفل والجمال والسعادة والابتسامة. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل الناس اللي بتتابعنا. بصبح عليكم وبستمر مع حضراتكم في حلقة جديدة من صباح دريم. والنهاردة الحقيقة يوم استثنائي معنا، فيه فقرات استثنائية برضو. النهاردة يوم استثنائي لأن احنا خلاص مقبلين على انتخابات مصر، والحالة الأقوى واللي بتفرض نفسها اختيار رئيس الجمهورية. والنهاردة يوم استثنائي لأن النهاردة عيد الأم. والحقيقة واحنا بنتكلم عن عيد الأم في حاجات كتير ممكن نتكلم عنها، ودي الحاجة اللي هكلم حضراتكم عنها دايما. كل يوم ببدأ معاكم بقيمة. ممكن نتكلم عن فضل الأم في حياتنا، وممكن نتكلم عن بر الوالدين، وممكن نتكلم عن ان احنا في عيد الأم المفروض نتذكر أمهاتنا ونجيب هدايا وكل الكلام ده. لكن النهاردة أكلم حضراتكم من زاوية جديدة. النهاردة أكلم حضراتكم انتوا محتاجين الأم في ايه. بنفتكر ان احنا كبرنا، وبنفتكر ان احنا بقينا ناس طوال وعراض، وعندنا مسؤوليات، وعندنا شغل، وعندنا بيزنس، وعندنا فكر، ودماغنا بقت كبيرة. لكن كل ما بنكبر بنصغر قدام أمهاتنا، وكل ما بنشوف مسؤوليات الحياة وهمومها ومشاكلها تحس ان انت قليل قوي قدام أمك. وكل ما تجرب، وكل ما تشوف ناس، وكل ما خلقك يضيق، تفتكر ان في شخص خلقه وطلع معاك عشان يكبرك ويخليك راجل، فترجع تفتكر تاني امك. والحقيقه حب الام من الحاجات اللي بنفهمها لما بنكبر، بيبقى فطري فينا واحنا صغيرين ان احنا متعلقين في الام او في دلجة لبيتها زي ما بيقولوا. لكن لما بتكبر بتفهم الواقع اكتر، وبتعرف ان الام بالنسبه لك هي حاجه اساسيه. بر الوالدين حاجه ربنا هيجازيك عنها، لكن انت محتاج الحب اللي بتاخده من الام، ومحتاج الحنيه اللي بتاخدها منها عشان تعرف تكمل، عشان تعرف حياتك تمشي وتبقى احسن، عشان تعرف تعدي كم المشاكل اللي بنقابلها في حياتنا، وكم المآسي اللي بنقابلها في حياتنا، وكم البشر الغبيه والناس اللي مش كويسه اللي بنقابلهم في حياتنا، وكم الناس اللي بتكرهك من غير سبب، وكم الناس اللي عايزاك تفشل، وكم الناس اللي مش عايزاك تنجح. كل دي حاجات بتقابلها، فتلاقي نفسك بتقف وتفتكر ان في شخص شايفك احسن حاجه في الدنيا، وشايفك احلى واحد في الدنيا، وشايف انجازك التافه العبيط اللي ملوش لازمه شايفه حاجه عظيمه جدا، واول واحد قاعد بيسقف لك جمهورك. فترجع تاني تفتكر ان انت امك هي اول حد قاعد في الصف الاول في حياتك. طب احنا بنقدم ايه بدل لده؟ احنا بنقصر، واحنا ما بنسالش، واحنا بنيجي يوم عيد الام نجيب هديه ظريفه ونقول كل سنه وانت طيبه وخلاص. لكن بتلاقي نفسك في الاخر مش ده الصح، ومش ده اللي منتظر منك. المنتظر منك ان انت كل يوم هديه، كل يوم هديه، ان انت تقول صباح الخير يا ام، ان انت تبوس ايديها، ان انت تكلمها، ان انت لو بعيد تتصل تسال عليها، ان انت ترد حاجه بسيطه من اللي اتعملت معاك. وتاني حاجة انت محتاج ده، هي الفكرة مش ان انت بترد واجب اتعمل معاك، مش ان حد قدم لك حاجة وانت بترجعها. الفكرة ان انت محتاج تكمل حياتك بطاقة ايجابية. الطاقة الايجابية مش هتجيلك الا من حد بيحبك. طب مين اكتر حد هيحبك؟ مفيش الا امك. اكتر حد في الدنيا هيحبك بكل البلاوي اللي جواك، بكل المشاكل، بكل عقدك، بكل تفاصيلك اللي ملهاش لازمه، بكل فشلك وبكل نجاحك. فعشان تقدر تكمل لازم تاخد حب، وعشان تاخد حب لازم تقدم حاجه بسيطه كده قصاد الحب ده. فكل ما هتكبر، كل ما هتعرف قيمه امك، وكل ما هتتقدم في الزمن، كل ما هتحس ان انت في ناس تعبت معاك. الناس اللي تعبت اولهم امك، والناس اللي عملتك بني ادم اول واحد فيهم امك وابوك. يوم الام هو مش يوم للأمة بس الحقيقة، يوم للأب كمان. فالمفروض ان احنا نرجع برضو للأب ونقول له كل سنة وانت طيب. الحاجة التانية، وحضرتك بتجيب هدية للأم او حضرتك بتفتكرها، طب الناس اللي أمهاتها مش موجودة، توصلها، توصلها بالبر. ولد صالح يدعو لك ان انت تكون انسان بتدعي لها، ان انت تكون انسان بتتصدق على روحها، ان انت تكون انسان بتروح تزورها، ان انت تقرا لها ورد من القران، تقرا لها جزء من القران، تقرا لها ورد، تطلع حاجه لله، تطعم الطعام، توصل ناس هي كانت بتحبهم، كانت بتسال عليهم، كانت بتودهم. الحاجات دي اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: الصدقات،
وبعدين في آية في القرآن معناها إنه لو الناس رجعت للحياة الدنيا كانوا هيتصدقوا، قالك ما كانوش هيلتزموا بحاجات كتير، لكن أهم حاجة كانوا هيتصدقوا، لأن الصدقة هي من أعظم الحاجات اللي ممكن تعملها. فلو أنت والدتك موجودة كل يوم تواصل معاها، مش عشان أنت هتبقى كويس وحنين وربنا يخليك، لا لا لا، عشان أنت محتاج ده، عشان أنت صغير من غيرها. ولو مش موجودة تواصل معاها عشان أنت برضو محتاج ده. وأرجع أقول لحضراتكم، الدنيا دوارة وسلف ودين، وبتلف تلف تلف الأيام، وتيجي في يوم من الأيام تلاقي ابنك بيسأل عليك، ابنك بيوصلك، ابنك بيقدرك، ولما ما تبقاش موجود تلاقي ابنك بيتصدق، وابنك بيدعي لك، وابنك بيفتكرك. فده باختصار قصة وزاوية في علاقتنا بالأم والأب ممكن ما نكونش شايفينها. كل واحد فاكر نفسه بيجيب هدية أو بيرفع مكالمة تليفون، هو كده يعني عمل الواجب وكتر ألف خيره، ما أنا بسأل عليهم في التليفون، ما أنا جبت لها هدية وبتاع، أودي هدية لماما. لا 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 لا، إيه، هي مش محتاجة لهديتك، هي لو كانت محتاجة ما كانتش قدمت لك كل اللي أنت خدته. أنت محتاج توصلها عشان تعرف تكمل حياتك. ومش هكلمكم في الشق الديني وحرام وبركة وهتدعي لك دعوتين حلوين وكلام، لا، برضو أنت محتاج توصلها عشان أنت ناقص، وهيكتمل عندك الإحساس بطعم الحياة بالحب وبالحنية اللي هتاخدها منها. صباح الفل على كل أمهاتنا، صباح جميل يا رب إن شاء الله، مليان محبة مليان سلام. بصبح على حضراتكم وبستمر معاكم في حلقة جديدة من صباح دريم، وخلينا بقى نروح مع حضراتكم.